بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم طلاب الأعزاء في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في خان يونس. سيكون اليوم درسنا الأول في مساق تصميم تطبيقات الإنترنت عن أساسيات لغة البرمجة الوصفية HTML. أنا معكم الدكتور محمد غزال، سأناقش اليوم معكم مجموعة من المبادئ، وهي سنتحدث عن الأدوات التي سنستخدمها في كتابة الكود البرمجي لهذه اللغة، ومن ثم سنتكلم كيف يتم ترجمة هذا الكود البرمجي حتى نخرج بمخرجات خاصة وهي تطبيقات الإنترنت أو الموقع الإلكتروني، ومن ثم سنتكلم عن التركيبة الخاصة بلغة الـ HTML كيف هي كمقدمة، وسيكون أمامنا التطبيق الأول الذي سنخرج به، وسننتقل من هذا التطبيق إلى تطبيقات معقدة وأكثر تفصيلا حتى نتكلم في التفصيلات الأخرى في لغة الـ HTML. أولاً، البرنامج الذي سيتم استخدامه هو Sublime Text. هذا البرنامج إحنا نزلناه في أي واحد فينا، لأنه هو عبارة عن فري، فينا نستخدم الجوجل بحيث إنه إحنا نبحث عن Sublime Text بكل اختصار شديد. هاي بنتكلم عن Sublime Text، جينا بحثنا عنه بحيث إنه إحنا رايحين لننزل هذا التطبيق الآن، وهذا التطبيق هو عبارة عن المحرر الذي سيتم اعتماده في هذا الكورس حتى نكتب الكود البرمجي من خلاله. بمجرد ما نبحث عن السبلايم تكست، وجدنا انه يوم نتكلم عن السبلايم تكست له موقع. دخلنا على الموقع تبع السبلايم تكست. الان في هذا الموقع الكول تو اكشن اللي هو اول ما بيظهر لنا داونلود فور ويندوز، احنا حنستخدم الويندوز. هنا حننزل الداونلود فور ويندوز بحيث انه حينزل عندنا ملف اي اكس اي. بمجرد ما انه ينزل على الجهاز تبعنا بصير في عمليه ايش؟ اللي هو اكسكيوشن، او كيف ممكن ننفذ او نعمل انستلوشن لهذا التطبيق. انا منزله بالنسبه لي عندي في الجهاز، منزله الان مش حقدر انزله مره ثانيه. انتم بكل بساطه زي اي سوفت وير، زي اي برنامج، ممكن احنا ننزل هذا الملف ومن ثم يتم تنزيل او تشغيل لهذا البرنامج. المهم انا الان بالنسبه لي شغلته وموجود عندي على الجهاز، فيني افتحه من خلال البحث عن السبلايم تكست. هاي بنتكلم عن السبلايم تكست 3، فتحته الآن بالضغط عليه انفتح بالطريقة اللي أمامنا. هو عبارة عن واجهة أمامكم، ممكن هذه الواجهة نغير في الألوان تبعتها من خلال البريفرنسز الخاصة بهذه الشاشة، حنتكلم في الموضوع هذا في دروس قادمة، ولكن باختصار شديد بحيث إنه إحنا نعتمد طريقة معينة في الشرح. الطريقة اللي حنعتمدها إنه أنا بتكلم على إنه في عندي كونسبتس أو مفاهيم معينة حأناقشها خلال هذا الدرس. حكتب الاوتلاين اللي انا هشتغل عليها من خلال كومنتس امامي حتى انه احنا نظلنا موجودين في نفس البيئه وما نخرجش من نفس البيئه الى بيئه مختلفه. يعني ما بديش استخدم انا اليوم عندي براوزر، او بدي استخدم عفوا تول مثل الباوربوينت وانتقل من الباوربوينت واجي لمين؟ للاديتور السبلايم تكست. لا، انا بتكلم في السبلايم تكست اذا في عندي ملاحظات بضعها، اذا في عندي اوتلاين بضعها هنا، وبمشي على الاوتلاين الموجوده امامنا بحيث انه احنا نظلنا مركزين مع السبلايم كاديتور او كمحرر موجود لكتابه الكود البرمجي للغه ال HTML. طيب، اول شيء هذا تكلمنا احنا في موضوع الاديتور. احنا في الاديتور حنتكلم احنا، او تكلمنا قلنا احنا حنعتمد السبلايم تكست. في سؤال صغير، هل هناك اديتور اخر ممكن نعتمده، او يكون في عندنا والله مجال انه نستخدم؟ في عندي كثير من المحررات اللي ممكن احنا نستخدمها. اقل محرر احنا ممكن نستخدمه النوت المفكره اللي هي موجوده، بتنزل مع مين؟ بتنزل مع الويندوز. طيب، في برضه عندي نوت بلس بلس، هذا برضه عباره عن نوت بلس بلس عباره عن اديتور او محرر ممكن نستخدمه، وهو عباره عن فري برضه، بينزل عندي على الجهاز وبستخدمه كمحرر لل HTML. ومن ثم ايضا في عندي موضوع الاتوم، في برضه الاتوم موجود عندنا. وفي اشياء كثيره جدا او ادوات كثيره جدا، لو اجينا بحثنا في جوجل ايش هي الاديتورز اللي ممكن نستخدمها في صياغه او في كتابه لغه ال HTML سنجد الكثير، وهناك تصنيفات من الافضل والاقل تفضيل في هذا الموضوع، يعني وكل واحد له مزايا مختلفه. احنا حنعتمد السبلايم تكست الان، ولكن اذا احنا حبينا ناخذ ايش المزايا تاعت السبلايم، او ايش الفرق بين السبلايم وبين النوت بلس بلس والاتوم وما الى ذلك من اديتورز، في كتب تعمل بحث صغير جدا في هذا الموضوع،
وتشوفوا ايش الفروقات فيما بينها وبين بعضها. طيب فيما يخص الويب براوزر، الان موضوع الويب براوزر هو عباره عن المترجم اللي بده يتم ترجمه هذا الكود. يعني اليوم الكود اللي احنا بنكتبه في ال HTML وين بتتم ترجمته؟ بيتم ترجمته في المتصفح. احنا اليوم حنعتمد موضوع المتصفح المبدئي اللي عندي او هو الاكثر شهره عالميا، نتكلم عن جوجل كروم. الجوجل كروم اليوم لما بنيجي احنا بنتكلم عن جوجل كروم هو عباره عن متصفح خاص بشركه الجوجل. طيب لما بده يجي الان الكود البرمجي المكتوب عندي باستخدام المحرر السبلايم تكست، كيفيه التنفيذ تبعه حنشوف الان الكلام هذا لما نعمل اول تطبيق موجود بلغه ال HTML. حنفتح التطبيق باستخدام المحرر، المحرر بنتكلم جوجل كروم او انترنت اكسبلورر، ممكن انترنت اكسبلورر برضو ايش يبني الموضوع، او فايرفوكس برضو عباره عن مين؟ عباره عن محرر، او اوبرا كلها عباره عن ايش؟ عن متصفحات. هذه المتصفحات تستخدم لتنفيذ الاوامر المكتوبه بلغه ال HTML حتى نستعرض مكونات اي موقع الكتروني. وبالمناسبة هنا بنتكلم عن مكونات أي موقع إلكتروني، أي موقع إلكتروني مكوناته، ما بنتكلم إحنا عن نصوص، بنتكلم عن صور، بنتكلم عن نافيجيشن بارز، بنتكلم عن هو الهايبر لينكس أو النصوص التشعبية، بنتكلم عن الفيديوز، قوائم، بنتكلم عن ليست ايتمز، يعني كثير عندنا عناصر معينة. هذه العناصر إحنا بنشوفها على الشاشة، أي نعم، ولكن هو الأصل فيها كيف ظهرت عندي، هي عبارة عن كود برمجي مستخدم في لغة الـ HTML وتم ترجمته باستخدام المتصفح على جهة الكلاينت، يعني على جهة اليوزر مش على جهة السيرفر. وفي درس قادم إن شاء الله حنتكلم إيش الفرق بين الكلاينت سكريبت وبين السيرفر سكريبت، حنتكلم فيهم أو في التفصيل فيما بينهم أو الفرق فيما بينهم. طيب ندخل الآن على ما هو الـ HTML؟ الـ HTML هو عبارة عن لغة وصفية، اختصار Hypertext، Hypertext Markup Language. طيب هذه اللغة الوصفية هل هي تعتبر لغة برمجة؟ لا، ليست لغة برمجة. هي باختصار شديد هي لغة من التاجز، يعني لغة أنا بستخدم فيها مجموعة من التاجز، والتاجز شكل التاج، إحنا لو إجينا بدنا نقول شكل التاج اللي حنستخدم فيها، بنفتح بالسهم هذا اكبر من وبنكتب التاج نيم اوبن، بنسميه حتى اوبن تاج، هاي اوبن تاج نيم، بنكتب الاوبن تاج. وهذا بالمناسبه الاوبن تاج نيم انا ما بعرفه لحظيا، يعني مش اسم متغير، هو اسم معرف مسبقا. وهي دورنا في لغه ال HTML انه احنا نتعرف على هذا الكود، نحفظ هذا الكود، ونعرف كيف نستخدمه في ان نخرج الكومبوننتس على الشاشة تحت الويب، أو نصمم من خلاله مكونات الموقع المختلفة. طيب الـ Open Tag Name حنتكلم المثال له، حيكون في الغالب له Open Tag Name أو Open Tag وفي Close. طب الـ Close إيش بيجي بيجي الستاش هذه؟ هاي Close Tag Name أصبح هاي الـ Structure الأساسي للكود البرمجي، اصبح هو مش كود برمجي او مش ستراكشرال لانجويج بروجرامينج لانجويج، بالعكس هو عباره عن لغه فيها عباره، هي عباره عن لغه مكونه من مجموعه من التاجز. طيب ناخذ مثال على التاجز هذه، يعني بنتكلم ممكن باراجراف اختصار لمين؟ اختصار لانه انا بدي اكتب فقره الان، بحط التاج بي، هي بسكر التاج، هذا اوبن تاج وهذا معرف مسبقا، وباجي بسكر التاج هنا بسلاش بي. أصبح اليوم أنا بتكلم قاعد، التاج هذا أنا بستخدمه كل ما بدي أكتب فقرة معينة. طيب أنا بدي أعمل صورة، أيوة الصورة بدك تكتب image img، في الايمج إحنا حناخد التاج، وفي كل تاج أحيانا بده يكون في اتريبيوت أصيل، لازم يكون معاه اتريبيوت. هاي شغلة تانية أنا بتكلم قاعد في إيش التركيبة الأساسية لل HTML. هنا دخلنا من التاج دخلنا على الاتريبيوت، هنا في اتريبيوت نيم مثل source src بتساوي اللوكيشن الموجوده في الصوره، بحط اللوكيشن وبسكر هذا التاج. طيب في احيانا تاجز فيها open tag و close tag، وفي تاجز مثل الايمج فيها بس open tag بدون close tag. اصبح اليوم احنا بنتكلم الغالبيه فيها open tag وفيها close tag،
ولكن في بعض التاجز ما فيها شيء الا اوبن تاج مثل الايمج. طيب هيك احنا عرفنا ايش التشكيله او كيف بده يكون التركيبه الاساسيه لعناصر ال HTML5 او ال HTML document. طيب الان نتكلم عن موضوع الاستراكشر في ال HTML. طب الاستراكشر تاع ال HTML، تعال نشوف كيف ممكن احنا نصيغ الاستراكشر. هنا في نقطة بدنا نتكلم فيها. أنا الآن هذا كل الكلام اللي أنا وجد عندي هنا هو عبارة عن كومنتس، تعليقات. كيف أنا بكتب التعليق؟ بيكون في عندي البداية هذه والنهاية هذه، ما بين هذين الأمرين، ما بين هذين العلامة التعجب اللي هو الأكبر منه علامة التعجب، أو عفوا أصغر منه علامة التعجب، والتو داش، وبنسكر تو داش مع علامة إيش أكبر من. هذا كله عبارة عن كومنتس، تعليق. احنا بنكتب حتى نفسر ايش الموجود في داخل هذا الفايل. حدخل الان حتكلم في الاستراكشر تاعت ال HTML. اول شيء في عندي اوتو كومبليت. الاوتو كومبليت لو اجيت فتحت القوس انا بدي اكتب تاج، لما ايش التاج بدنا نقول علامه اصغر من هذه، بدي اقول اتش، بمجرد ما اقول اتش ايوان حيجيني عندي HTML تاج. هذا عباره عن هو الراس تاع اي صفحه، اي صفحه يجب ان تبدا ب HTML. المتصفح او عفوا المحرر اللي انا بستخدمه هو السبلايم تكست، بيساعدني في موضوع مين؟ في موضوع ان انا اعمل اوتو كومبليت للكود البرمجي. طيب كيف بدي اعمل اوتو كومبليت للكود البرمجي؟ بعمل تاب، بضغط على زر مين؟ بضغط على زر التاب بحيث انه هو يعمل اوتو كومبليت لحاله. طيب بمجرد ما انا عملت اوتو كومبليت الان ايش صار عندي؟ صار عندي الدوكيومنت اللي امامنا. هذا الدوكيومنت اللي امامنا موجود، بنتكلم دوك تايب. الدوك تايب هذه فيها HTML بحيث ان انا اعرف الدوكيومنت الامامي هو عباره عن دوكيومنت HTML. بنيجي بنقول اوبن تاج HTML وكلوز تاج، اخر الدوكيومنت عباره عن كلوز تاج HTML. طيب في النص بده يكون في عندي قسمين، قسم اول الهيد اللي في داخله حيكون التايتل، وفي داخله حيكون الميتا داتا، وفي داخله حيكون الستايل، وفي داخله كثير شغلات حتكون او مش كثيره، هي عباره عن اشياء محدوده ولكن سنتعلمها تباعا. طيب ومن ثم البادي، في داخل البادي حيكون عندي مجموعه من الكود اللي هي حتنعرض على الشاشه، يعني ايش حيكون مكونات الموقع الالكتروني؟ هي حتكون عباره عن مجموعه من التاجز. وين موجوده؟ موجوده في البادي. لو اجينا نتكلم تاج بسيطه جدا حتى ناخذ المثال الاول ونشوف كيف فتح الموقع او كيف فتحنا الموقع ووجدنا المثال الاول، نيجي نقول باراجراف، هاي البي، وبنعمل اوتو كومبليت هاي بالتاب، نضغط على زر التاب هاي اوتو كومبليت، بنقول ماي فيرست او هاي هالو وورد، هالو وورد ذيس از ماي فيرست ويب سايت، اهلا وسهلا، هذا ايش اول موقع لي. باختصار شديد احنا هيك اشتغلنا هذا موقع. هو عباره عن صفحه الكترونيه، بداناها بالدوك تايب وانتقلنا على ال HTML، ومن ثم دخلنا في داخل ال HTML في عندي تو كومبوننت، في عندي قسمين، قسم الهيد وقسم البادي. في داخل قسم البادي حطينا الكود البرمجي اللي انا بدي يعرض عندي صفحه، او عفوا يعرض عندي باراجراف اللي هو فقره. طيب تعال نشوف الان كيف احنا بدنا نفتح هذا الكلام. قلنا بنفتح من خلال المتصفح. طيب لو اجينا قلنا على المتصفح بدنا نروح باختصار شديد هنا ننزل نفتح اي متصفح. هاي انا بالمناسبه خزنت الكلام هذا في المجلد ليرن HTML. في داخل ليرن HTML انا في عندي اوبرا، هذا متصفح اوبرا. طيب نفتحه مثلا في متصفح ثاني، بنقول اوبن ويز هاي جوجل كروم، هاي اصبح هالو وورد ذيس از ماي فيرست ويب سايت. لو بدي اجي افتحه برضه متصفح ثاني، هاي الاوبرا، هاي بدنا نجي نقول اوبن ويز، لو بتزر اليمين ضغط بزر اليمين انترنت اكسبلورر، هاي متصفح اخر هو الانترنت اكسبلورر، هالو وورد ذيس از ماي فيرست ويب، هاي اصبح انا فتحته على المتصفح الاول والمتصفح الثاني. لو اجيت ضغطت على الزر الايمن للملف اللي انا كتبته بلغه ال HTML وجيت قلت اوبن ويز، اوبن ويز اوبرا، هاي اصبح استخدمت متصفح ثالث هو الاوبرا حتى افتح فيه الكود البرمجي اللي انا كتبته بلغه ال HTML اللي هو كان عباره عن هالو وورد ذيس از ماي فيرست ويب سايت. وورد بدها ال بالمناسبه هنا. طيب انا هيك تمكنت من خلال فهمي للكود البرمجي والاستراكشر وفهمي للبراوزر وفهمي للاديتور ان انا اتمكن من انتاج اول تطبيق حتى اصل للنهايه لهذا المثال. انا في عندي بس HTML
باراجراف خلصناها، ضايع عندي ال HTML هيدنج. احنا باختصار شديد وحناخد الكلام هذا في دروس قادمه، بنتكلم الهيدنج اللي هو هيدنج H1 اللي هو الاكبر، حنقول غزال هوم بيج. وبالمناسبه دائما H1 بيكون قبل الباراجراف لانه هو عباره عن العنوان الاساسي لهذه الصفحه. باجي بعمل له كنترول اكس وباجي بحطه في المقدمه وبعمل سيف لمين؟ للملف اللي مخزن في داخل هذا المجلد. بالمناسبه بنيجي الان نفتح الملفات اللي احنا فتحناها اللي هو الاوبرا، ولو ضغطنا بالزر اليمين حنلاقي هاي هنا عباره عن هيد 1 اتش 1 هيد لاين، وبنلاقي عندي عباره عن باراجراف، وهاي المتصفح فتح عندي الموقع المكتوب بلغه الاتش تي ام ال. بنكتفي بهذا القدر لهذا اليوم، وانتظرونا في المحاضرة القادمة إن شاء الله حنتكلم في تفاصيل أكثر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.